عيسى؟ مالك اتخضيتي كده ليه لما شفتيني؟ لا ما اتخضتش، بس انت ما قلتليش يعني انك جاي دلوقتي. وانا ما كنتش جاي، بس انا مش عارف انام قبل ما افهم. عايز تفهم ايه يا عيسى؟ ليه رفضتي تشتغلي معايا؟ هو انا اصلي يعني انا حاسه بصراحه ان هما بيجاملوك علشاني، وانا عايزه اعتمد على نفسي. يا ساره افهمي، انا عايزك معايا، مش هامن عليكي في اي شغل تاني وانت بعيد عني. ما انا لو غلطت هيشيلوك ذنبي. اول مره احس انك مخبيه عني حاجه كبيره. حاجتي انت اللي هتقولي. مفيش حاجه غير اللي قلتها لك. يبقى لازم تفكري تاني. مستر ياسر مديكي مهله لاخر الاسبوع، وانا مش عارف لو سالني عنك تاني هقول له ايه. لا اطمن، مش هيسال. وانتش عرفك بقى ان هو مش هيسال. هو يعني مروش غيرنا يا عيسى؟ اكيد هيفهم ان انا بنت فقريه ومش وش نعمه. ماشي يا ساره، اشتغلتي معايا ما اشتغلتيش برضه عارف ايه اللي خلاكي ترجعي في كلامك فجاه كده. باشا احنا عايزين نقوم هنا زي الاول واحسن كمان. وماله؟ بس بالنسبه للمخازن اتحرقت. والشيكات اللي اتسرقت. خسائر المخازن قد ايه يا ريس؟ 10 مليون جنيه. نعم. ليه يا نعيم؟ كنت بتخزن فيها دهب وانا ما اعرفش. ياسر بيه، احنا اتفقنا تسيبني انا اللي اتكلم. اتفضل يا عيسى. هنقول خسائر المخازن 5 مليون والشيكات كانت ب3، يبقى انت ليك في ذمتنا 2 مليون جنيه. اه بس ده قليل قوي. انت رضيت بحكمي من قبل ما نقعد. وبالنسبه لل 2 مليون هاخدهم ازاي؟ لا انت مش هتاخدهم. مش فاهم. دول بقى هنعتبرهم عربون صلح قصاد الرصاصه اللي جت في كتف ياسر بيه، واللي الحمد لله انها ما جاتش في القلب. ساعتها بقى ما كنتش هتقدر تفدي نفسك باي فلوس. انا موضوع الرصاصه ده ماليش علاقه بيه خالص. خلاص. انا برضو ماليش دعوه بموضوع المخزن اللي اتحرقت. وبالنسبه للمناقصه اللي خدتها مني انت ومال غزالي. لا يا نعيم، دي اعتبرها رد التوكيل الالماني اللي انت خطفته مني في اخر لحظه، صح؟ بيتهيالي كده هنقوم حبايب وهنفتح صفحه جديده. كنت رايح فين؟ أنا كنت جاي لحضرتك. أنا قريت الملفات اللي أنت بعتها لي. إحنا لو قدرنا ننفذ الكلام ده بجد هنبقى وفرنا كتير قوي من ميزانية المشروع. لا ولسه هنوفر أكتر من كده كمان. انت جاي لي ليه؟ مستر ياسر اداني مكافأة عشان صالحته على نعيم. حكالي كان راجع مبسوط قوي امبارح. وقال لك المكافأة كام؟ الصراحة لا. 10,000 جنيه. أنا ظهرت لحضرتك الشيك وكنت جاي لك دلوقتي علشان أدهولك. ليه؟ أنت ناسية السلفة اللي أنت اديتيها لي؟ الدين اللي كان عليا المها؟ ما أنا أكيد مش هاخد المكافأة اللي أنت لسه ما لحقتش تفرح بيها. لا وانا مش هفرح الا لو سددت الفلوس اللي عليا. ومين قالك انك تسددها؟ اعتبرها مكافاه مني انا كمان. مكافاه؟ على ايه؟ على الفلوس اللي هتوفرها من الميزانيه. انا اسف. صحيح انا شفت كذا بنت في وظيفه السكرتيره. مش وقته. بس عندك امل ده ترجع؟ مش هلاقي سكرتيره في شطارتها. انا مش فاهم انت مش قايله نفسك الذنب بتاعها ليه؟ مع انه المفروض انا اللي احس بالذنب. كان لازم اطلقها من زمان قوي. كانش ينفع افضل متجوزه وانا بحب اختها. هعمل نفسي مش سامعه حاجه. مش هتقدري.
لان انت عارفه كويس ان اكتر واحد بحبك. واهو ما بقاش في اي حاجه تمنعنا ان احنا نتجوز. انت مجنون؟ عايزني اتجوزك واخسر اختي؟ خلاص نتجوز في السر لغايه يعني ما هي تلاقي ابن الحلال وتتجوز. انسى اللي بيني وبينك شغل وبس. اوعى تفتكر شويه الورق اللي احنا ستفناهم مع بعض هيخلوني مستحملك اكتر من كده. لا ما الحكايه مش حكايه ورق احنا ستفناه. انا اللي عملت اي حاجه انت فيها دلوقتي وخدت الثمن وبقيت اللي انت فيه ده دلوقتي. مفيش حاجه لها طعم من غيرك. كده هدور على سكرتيره ومدير حسابات. انت بتهدديني بالرفض؟ لو عديت حدودك. حتى لو عرفت تطردني من الشركه مش هتعرفي تطلعيني من حياتك. قلتلي انك لقيت حل. ايوه طبعا انا خلاص موافق ان انت تشتغلي معانا من غير ما تسيبي عيسى. ايه مش مصدقاني ولا ايه؟ هو انت قلت كده لعيسى؟ لا طبعا عيسى ما يعرفش ان انا وانت قاعدين دلوقتي مع بعض وما يعرفش اصلا ان انا اعرفك من قبل ما تيجي الشركه. طيب هو انت فهمته ان انت عرفت ان انا وهو؟ لا طبعا هو اللي للأسف فاهم إن أنا معرفش أي حاجة خالص وأنا سايبه على كده. ليه؟ لأني مش عاوز أخسره. محتاجه معايا في الشغل ومحتاجك أنت كمان. يعني أنت عايز تفهمني إن أنت فجأة كده ممكن تنسى؟ أكيد مش فجأة يعني بس لما أعجبت بيكي ما كنتش عارف إن أنت مرتبطة. يعني أنا أفهم من كلامك إن أنت مش هتكره عيسى حتى لو خطبني رسمي واتجوزنا؟ كان ممكن. كان ممكن أكرهه لو هو اللي فرق ما بيني وما بينك. بس للأسف بقى أنتوا الاتنين مرتبطين من الأول. وعلى فكرة أنا فير جدا في الحاجات دي. ما أقدرش أبدا أفرق ما بين اتنين بيحبوا بعض. أقول لك على حاجة كمان أنا أقدر أساعدكم إن أنتوا تتجوزوا في أسرع وقت. طيب خلاص. يبقى مفيش داعي ان انا اشتغل معاكم. صعب. ساعتها عيسى ممكن يشك ويفضل يسال كتير لحد ما يعرف الحقيقه. وساعتها ممكن يسيب الشغل. وانا هو نخسر بعض خالص. نفسي اصدقك. انا مش محتاجه اكذب عليكي. يلا. انت اكيد النهارده هتشوفي عيسى صح؟ قولي له انت فكرت كويس وافقت انك تشتغلي في الشركه. اتفقنا؟ عارف انك بتحب البحر. خايفة مختار. خايفة من ايه بس؟ هو احنا مش خلاص اتجوزنا؟ بس اتجوزنا في السر. بس جواز رسمي. مفيش جواز رسمي بيفضل في السر. طب كنا هنعمل ايه؟ اذا كان الولاد ما بيفكروش غير في نفسهم وبس، مش حاسين بينا خالص. طب هنواجههم ازاي لما يعرفوا؟ ممكن ما تفكريش في المواضيع دلوقتي خالص، وخلينا فرحانين بأحلى حاجة عملناها في حياتنا. قصدك أجن حاجة عملناها في حياتنا؟ وماله؟ ما انتي لما كنتيش بتحبيني ما كنتيش اتكلمتي معايا. أنا مش عارفة بس أبقى قاعدة سايق مع الولاد وأروح أقابلك من وراه. هنتعود على كده لحد ما نعلن جوازنا إن شاء الله. وبعدين كنا هنعمل إيه يعني؟ أهو هتبقي معايا يا ستي كل يوم في المطعم. أه هتمتع بيكي وأشوفك كل شوية. لو النبي بلاش المطعم هيشكوا فينا. يشكوا فينا إيه بس؟ بالعكس ده انتي لو ما نزلتيش معايا الشغل هم فعلا هيشكوا فينا. هنتقابل فين؟ في شقه الزمالك. لو النبي بلاش شقه الزمالك، هم عارفين هو البواب ممكن يقول لهم. انت ليه محسس انا ان احنا بنعمل حاجه حرام ولا عيب؟ ايه هو ده؟ احنا ما بنعملش حاجه على فكره مش مظبوطه. حاسه ان احنا عاملين عامله. طب هقول لك حاجه حلوه قوي. انا هاخد لك شقه قريبه من المطعم. صباح الخير. صباح. ايه ده؟ انت اللي جابك هنا؟ حد يقول كده لزميلته جديدة في الشغل؟ زميلتي؟ أيوه. بص بصراحة أنا قلبتها في دماغي كتير وخفت أرفض الشغلانة يعني لا تزعل مني. أيوه بس أنت كده جاي متأخر.
المهله اللي مديها لنا مستر ياسر خلصت من يومين. يا سيدي ما جاتش على يومين يعني. طيب تعالي نشوف هنتحايل عليه بقى ولا هنعمل. نتحايل على مين يا ابني؟ هو اللي عايزنا. انا ما بخافش غير من الكلام ده. لا ما تخافش اصلا، عشان انا عديت عليه قبل ما اجي لك وما جابليش سيره اليومين ولا كل الكلام ده. عديتي عليه؟ ده ايه الجرأه دي؟ تلمستك. طب اقول لك ايه؟ سلم الشغل معانا؟ امال انا جايه لك ليه؟ ياه اخيرا هنبقى مع بعض في شغل واحد. ايوه عشان عينك دي ما تزوخش لا كده ولا كده. تزوخ فين؟ تزوخ فين؟ المهم انت اللي تبطلي جناني. ما تحسسهمش انك بتغيري عليا. علشان انا هي مفهمهم ان انت جارتي وبس. اطمن. انا ما قلتش حاجه تانية غير كده. ماشي. كنت فاكرة انها مش راجعة تاني. لا بقى، هي طلعت ذكية وما ضيعتش الوظيفة من ايديها. مع ان انا عارفة انك لسه بتفكر فيها. مين اللي قال لك؟ انت بنفسك قلت لي ان دي البنت بتاعت الموبايل اللي ده وحدك ورا. ايوه بس خلاص يعني بقى، عرفت ان هي شبه مخطوبة. او انت بقى فجأة كده هتدوس على الزرار وتنساها يعني؟ شغل. ما عنديش حل تاني. طب مش خايف ان عيسى يعرف انك؟ هو انت ليه متخيلة ان انا ممكن ابقى خايف من عيسى؟ مش الفكرة، انا بس مش عايزاك تخسر بعض اللي عمله عشان انا اللي عملت عشانه حاجات كتير جدا. انا لما شغلته هنا كنت ممكن اخسر مها فيها. انا مش فاهمة انت ليه مصمم تشغل البنت دي معانا، مش فاهمة. انا اللي مش فاهم هو انت ليه عاملة له حساب قوي كده. مش عيسى، مش الفكرة. كل الموضوع ان انا مش مرتاحة لسارة دي بعد ما وافقت انها تشتغل معاك وهي مرتبطة بحد تاني، في ايه؟ ما هو كمان ما قالناش ان هو مرتبط بيها مثلا. فهمنا ان هي بنت جارته وظروفها صعبه وغلبانه وعمل فيلم هندي غريب كده شبهه. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني اهدي كده شويه. مع الوقت هنكتشف هما مرتبطين ولا لا. كله هيبان. شايفك احسن المره دي. ما بنامش كويس خالص. هغير لك المهدئ. تاني؟ بعد اللي احنا غيرناه؟ بس اكتشفت دواء جديد انا شخصيا بنام عليه اليومين دول. وانت تعبان زيي؟ مش بالظبط. بس مراتي مسافره في شغل وبقعد كتير لوحدي. قربت ترجع؟ حتى لو رجعت برضه افضل لوحدي. ليه؟ من ساعه ما اتجوزنا وهي مشغوله عني ونسيت كل اللي انا عملته عشان توصل اللي هي فيه. بتحبها؟ مش عارف هفضل بحبها لغايه امتى. طب وهي؟ هي انا في اخر لسته الحاجات اللي هي بتحبها. ما تقعد تتكلم معاها وتقول لها. في حاجات لما بتطلب بيبقى دمها تقيل قوي. ايوه بس انت لازم تفهمها. مش لازم تفهم. لازم تحس لوحدها. بس انت كده مصعبها على نفسك قوي على فكره. صعبتها على نفسي من الاول. لما قدمت تنازلات كتير وكنت مستني انها تردها لي. برضه انت هتفضل مشكلتك بسيطة. على الأقل يعني مفيش حد فيكو خانت تاني. أنا حاسس إن مراتي بتخون. مع شغلها. واخدها طول الوقت عني. وغدرت بيا لما قالت لي إنها هتفضلي بعد الماجستير. شغلت عني أكتر. أنا مش عارفة بصراحة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة. سيبك من موضوعي أنا. خلينا في موضوعك أنتِ. لقيت شغل؟ لسه مش لاقية حاجة مناسبة لغاية دلوقتي. عندك مهنة تشتغلي سكرتيري الدكتور؟ دكتور مين؟ أنا. رانيا، ما
مبروك. شكرا. عايزه افهمك طبيعه شغلك؟ لا بس مستر ياسر قال لي انه هيقعد معايا وهيفهمني على كل حاجه. مستر ياسر مش فاضي، انت هتقعدي معايا انا. ماشي. ويا ريت تتعلمي بسرعه عشان ما عندناش وقت نضيعه اكتر من كده. حاضر. قولي لي، قدمتي على كورس الانجليش؟ لسه. لا، ما انت لازم تبقي فاهمه ان انت تحت التمرين، لو ما اتعلمتيش بسرعه هنشوف حد تاني غيرك. كل تعليماتك هتاخديها مني انا، وكل الريبورتس هتقدمها لي انا، مش مستر ياسر ولا عيسى. لا بس مستر ياسر ما قاليش كده. مستر ياسر مش هيكون فاضي عشان يقول لك حاجه. وخلصي اللي وراكي وتعالي ورايا على المكتب. اوكي. شكرا يا ريس على تعيين ساره. على ايه بس يا عم عيسى؟ انت تؤمر. عايزك بس تعرفها ان انت توسطت لها عشان تتعين. بس مش هينفع يعني توسط لها على طول. اطمن، انا هفضل جنبها لغايه لما افهمها الشغل ماشي ازاي. لا يا عيسى. لا. انا عايزك تفضل جنبنا عشان نرجع البضاعه المركونه في المينا دي. هما لسه ما افرجوش عنها لغايه دلوقتي. تخيل. مع ان ورقنا كله في السليم، بس هما جايبين مأمور جمارك كده جديد معقد لنا الدنيا. طب انا اقدر اساعد ازاي في حاجه زي كده؟ والله لما فكرت لقيت مفيش حد احسن منك هو اللي يحل المشكله دي. زي ما عرفت كده تحل مشكله نعيم. قصدك اسافر له اسكندريه؟ بالظبط كده. تجيب اخره وتبلغني عشان اعرف اتعامل معاه ازاي. تحت امرك. بس انا مش عايزك ترجع من هناك غير وانت مخلص البضاعه من المينا. انا مش حامل اي خساره تاني. طمن يا ريس، مفيش خساره تاني ان شاء الله. ان شاء الله. استاذن انا؟ اتفضل. وانا هقعد معاك عربيه بسواق وحجز لك فندق على البحر عشان تفتح نفسك على الشغل. بعد اذنك يا ريس. اتفضل. عرفت انهم جابوا موظف جديد معاك. ده يمكن يكون جاي بدالي. بدالك؟ قصدك ايه؟ انا مش عارف هرجع شغل امتى وليد، وفي نفس الوقت كنت جاي اخد شويه حاجات وماشي على طول. ده ليه كده؟ سام مراتي تعبانه قوي وحالتها مش مستقره، ما اقدرش اسيبها لوحدها. اه، ما انا سمعتك وانت بتقول الكلام ده لسلمى لما كنت عندنا في البيت. مش عارف انك موجود او انك سمعت. انا سمعتك وشفتك كمان لما كنت جاي تاخد بنتك. حقيقة يا وليد انا عايز اشكرك واشكر الاسرة جدا انكوا استضفتوا بنتي واحنا مسافرين، بجد متشكر قوي. سيدي لا شكر على واجب ولا حاجة. بس يعني كان عندي سؤال كده. اتفضل. انت يعني ممكن يحصل لك ظروف تانية تخليك تجيب بنتك عندنا تاني ولا تمام كده الحمد لله؟ لا وليد اطمن، احنا خلاص رجعنا من السفر. طب الحمد لله. معلش انت عارف بقى مسؤولية كبيرة برضو على سلمى، وسلمى لسه صغيرة مش فاهمنا المسؤوليات دي كلها. يا رب ما اكونش اشتكيت لك من حاجة. والله يا في العادة مش بتشتكي. خصوصا بقى لو في أي موضوع يخصك أنت بالذات. وليد عايز أقول لك إن سلمى ما عندهاش أي حاجة تخصني ممكن تخبيها عنك. تمام. بس لو اتثبت لي بقى عكس كده. قصدك إيه؟ شوف يا شريف، باختصار كده ومن غير ما ندخل في تفاصيل، سلمى تبقى أختي الوحيدة، والفترة الجاية شكلها كده هكون مشغولة عندكم عشان بتقدم لها عريس وبال بنتك. ربنا يوفقها. ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله. أستأذنك بقى عشان عندي شوية شغل. الأكل نزل. هو الأكل نزل والناس لسه ما جوش. اسمي مش حضرتك قلت لي إن ده غداء عمل؟ أيوه أنا قلت فعلا إن هو غداء عمل، بس ما قلتش إن في ناس. أمال الغداء عمل مع مين؟ أنا وأنت. من غير عملاء؟ أيوه، اعتبريها يا ست إنها تجربة لحد ما يجي عملاء. تجربة؟ على فكرة الشغلة مش سهلة زي ما أنت فاهمة، لازم تتمرن عليها كويس قوي. وانا هتمرن ان انا اكل الاكل ده كله لوحدي؟ ايوه يا ساره، تتمرني انك تاكلي ازاي، تتكلمي ازاي، تقولي ايه، تسكتي امتى.
تفهميني من عليا، انا عاوزك تتصرف ازاي مع مين وامتى وليه. يا نهار ابيض، دي باين عليها شغلانه صعبه قوي. ايوه طبعا. وبعدين انت هتبقي واجهه الشركه، انت اول حد الناس هتقابله، وانت عارفه الانطباع الاول هو اللي بيدوم. طب انا ممكن اسالك بس، هو انت ليه قررت تغامر بواحده جديده زي؟ يمكن عشان واثق ان انت هتنجحي. وهتبدا تعلمني امتى؟ من دلوقتي لو حبيتي. ايه ده؟ ده عنوان بيوتي سنتر بتاع واحده صاحبتي، انا كلمتها عنك وهي هتعمل لك نيو لوك. نيو لوك؟ انت حلوه زي القمر، بس هي هتخليكي احلى. انت بس سيبي لها نفسك، هتطلعي من هناك واحده تانيه خالص. هو ليه طيب ده كله؟ قلت لك عشان الشغل. وانا كمان هبعتك لستايلست وخبيره اتيكيت، اقل من اسبوع هتلاقي نفسك واحده تانيه خالص. كل حد اعرفه؟ عيسى. عيسى غريبه اني بكلمك دلوقتي. ليه يعني؟ عشان عارف ان هو ورانيا النهارده عندهم زحمه شغل كبيره جدا. هي ميس رانيا مع عيسى في اسكندريه؟ ايوه ميس رانيا مع عيسى. هو ما قالكيش؟ لا. طيب ايه؟ تردي عليه؟ مش عارف. أول درس بقى تعلمين النهاردة وإحنا في الشغل مش بنرد على تليفونات خالص. يلا كلي كلي بقى. الحمد لله على السلامة. أمي السلامة. يا رب تكوني أحسن دلوقتي. ما عارفة إن أنا زي ما سافرت زي ما رجعت. مش خايفة من الموت على فكرة، أنا بس قلقانة على يارا. لا خايفة عليها أوي. إن شاء الله تقومي لها بالسلامة، ربنا يخليكوا لبعض. سلمى أنا طلبتك دلوقتي مش هقول لك وصيتي، بس توعديني متقوليهاش لحد بعد ما اموت. مش معنى تقوليها لي انا بالذات؟ علشان انتي جزئي من الوصيه دي. انا؟ يا رب تحبك، وانا مش هطمن عليها مع حد غيرك. انتي الوحيده اللي ممكن تكوني لها امي تاني. أنا مش فاهمة حاجة. أنتي بتحبيها؟ بتحبي شريف كمان؟ أيوة مدام سهام، بس أنا مش محتاجة تلفي لي وتبرر لي عيشي. اسمعيني وبس يا سلمى، ما تقطعنيش. أنا وصيتي ليكي بعد ما أموت تتجوزي شريف، هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليكي جنبي ورا طول الوقت. محدش هيحبها قدك ويخلي باله منها زيك. دي أغرب وصية سمعتها في حياتي. تقولي لي شريف بس في الوقت المناسب. أنا عارفة إنه مكبر منك في السن وهيبقى أرمل. وعنده بنت، وانتي ما سبقلكيش الجواز قبل كده، وهتلاقي ناس كتير تقف قصاد جوازكم ده. عايزاكي تقفي قصاد الناس دول على قد ما بتحبي يارا وشريف. وعديني من دلوقتي يا سلمى، وعديني.
ما كنتش عارفه انك شاطر قوي كده. من بعد ما عندكم ده اكيد ياسر اكيد عايز يطمن على الصفحه. اكيد اهو. الو اي ياسر مبروك. مش قادره اقول لك عيسى عمل مجهود قد ايه مع المأمور الجديد عشان ياخد الافراج. ان شاء الله بكره البضاعه هتكون موجوده في المخازن. اوكي يلا باي. حضر نفسك بقى مكافاه جديده. المهم الشحنه توصل بخير. بقول لك ايه، ايه رايك يعني لو نبات النهارده ونمشي بكره؟ ايوه بس ايه، انا ما لحقتش اشم هوا اسكندريه. معلش خليها مره تانيه، انا اصلا مش هينفع اتاخر عن البيت اكتر من كده. عن البيت ولا عن ساره؟ هطلع احضر شنطتي. انا اسف. اخيرا جيت. ما انت شايفاني مشغول قد ايه يا امل؟ بساره ها؟ البنت اللي جبت لها الموبايل عمال تفكر فيها من ساعتها. انت عرفتي منين؟ المهم ان انا عرفت. بتراقبيني يا امل؟ لسه ما نسيتش ان انا مراتك. طيب يا حبيبتي بصي الموضوع ابسط من كده بكتير. عيله غلبانه وقعت لها موبايلها اتكسر، جبت لها موبايل مكانه بس. والغلبانه دي بقى ايه اللي جابها الشركه؟ عيسى. قال لي انها جارته محتاجه الشغل. وانت طبعا ما تقدرش ترفض له طلب. عشان انت عارفه هو عمل ايه عشاني. طب انت عارف بقى ان هما مش بس جيران؟ عارف انهم بيحبوا بعض؟ عارف. ويلا عارف بقى. متخيل عيسى هيعمل ايه لما يعرف ان انت عايز تاخدها منه؟ هو انت بتقولي ايه دلوقتي؟ محدش فاهمك قد ايه يا ياسر. البنت دي سحلتك. بس عيسى مش هيسيبها لك. حتى لو هي ضعفت شويه قدام الحاجات الكتير اللي انت هتديها لها. انت بتهدديني بعيسى؟ بتهيألي لو كنت مكاني ما كنتش هتعمل غير كده. ايه يا امل؟ مالك؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا مين؟ بصي يا حبيبتي انا ما عاوز اعمل اي حاجه في الدنيا، ولا انتي ولا عيسى ولا الدنيا كلها هتقدر تمنعني. صح؟ وبجد انا غلطان اني جيت لك. مساء الخير يا فندم. صدقني ما عرفتكيش. ايه رايك؟ هو ده بقى اللي بيقولوا عليه نيو لوك؟ اهو تغيير. تغيير؟ وبمناسبه ايه التغيير ده بقى؟ بمناسبه الوظيفه الجديده. الوظيفه الجديده؟ تلاقيكي دفعت الشهرين المقدم اللي خدتيهم. سيدي يعني هم اخر شهرين يعني يا عيسى. وما ترديش على تليفوناتي ليه من امبارح؟ انا كنت في اجتماع شغل وشفت رقمك متاخر، خفت ارجع اكلمك تكون نمت. طب وتاني يوم؟ النهارده يعني؟ هديك شايف انا كنت مشغوله في ايه؟ فعلا النيو لوك الجديد شكله اهم مني. لا عيسى، عيسى عشان خاطري ما تبقاش رخم. تلاقيك راجع من السفر تعبان، انا كمان مجهده قوي طول اليوم. خلينا نتكلم بكره احسن. تصبح على خير. اللي انت بتعمله ده؟ ابدا، بستغل الاوضه الفاضيه اللي في العياده. طيب وشقتنا؟ كرهتها انا كنت بقعد فيها لوحدي. كل ده عشان غبت عنك اسبوع واحد بس. ما كلمتنيش فيه ولا مره واحده. وانت ما كلمتنيش ليه؟ عشان عارف قد ايه انت مشغوله. يعني انت كده بتعاقبني؟ لا ابدا، أنا بعاقب نفسي.
ان انا صبرت عليكي اكتر من اللازم لغايه ما وصلنا للحاله دي. صبرت عليا؟ والله اللي يسمعك بتقول كده يفتكر ان انا عامله مصيبه. لا والله انا اللي غلطان، انا اللي غلطان، انا ما فكرتش في نفسي، ما فكرتش الا فيكي انتي. كنت متوقع انتي هترديني الكل اللي انا عملته عشانك. هو انت كل مره هتفضل تقولي عملت عشانك عملت عشانك؟ ايه يعني ساعدتني في رساله الماجستير بتاعتي؟ ها ايه يعني؟ هو المفروض يعني ان انا ادفع الثمن اني اسيب شغلي وافضل قاعده جنبك في البيت؟ انا ما طلبتش منك ثمن، انا كنت مستنيكي انتي بس ما لقيتكيش. وهو ده بقى الحل صح؟ والله ده الحل اللي عندي، لو انتي عندك حل تاني قولي لي. انا بقى محدش يشيل ودري، ما تفتكرش انك لما تبقى قاعد هنا انا هنزل اتحايل عليك واقول لك لا والنبي تعالى اطلع اقعد معايا وما تبعدش عني. لا ما تقلقيش، انا عارف كويس قوي ان انت مش هتحسي بغيابي، لانك ما حسيتيش اصلا بوجودي. هتحتاج اللحاف ده ولا هتلحق تصالحها؟ شكلك مش هتلحق تصالح. ياسر مستنيني في مكتب، هخلص معاه وهرجع لك على طول، بس اعمل حسابك بقى على قعده طويله شويه. ماشي مستنيكي. ايه ده؟ احنا اتغيرنا قوي. شكرا. واضح ان شغلك في الشركه دي هيبقى وشه حلو قوي عليكي. هرجع لك تاني يا عيسى. باي 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 باي. هرجع لك تاني يا عيسى. باي. كانت عايزه ايه؟ جايه تناقشني في ملحوظاتي على الميزانيه بتاعت المناقصه اللي مشاركنا فيها. لا والله، هو المناقصة دي بقى هتفضل مسمار جحا اللي هتنط لنا بيه هنا كل شوية؟ ممكن توطي صوتك؟ وهو أنا اللي كنت شاركتها؟ ورانيا. مالها رانيا؟ إيه اللي وداها وراك اسكندرية؟ وأنت عرفتي إمتى إن رانيا كانت في اسكندرية؟ في نفس اليوم اللي سافرتوا فيه. ياه. وفضلتي صابرة عليها لغاية لما رجعت؟ ده انت كمان ما رديتيش عليا لما اتصلت بيكي. واضح انك كنت مشغوله قوي علشان تاجلي خناقتك معايا لغايه لما ارجع. ايوه خدني بالصوت بقى يا عيسى، طلعني انا الغلطان عشان ما اسالكش عملتوا ايه وانتوا نازلين مع بعض في فندق واحد. وتساليني انا ليه؟ روحي اساليه هو. هو مين؟ اللي قال لك ان رانيا كانت معايا في اسكندريه. ايه ده؟ ايه القمر ده؟ طب بذمتك في حد غيري قال لك انك حلوتي قوي 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 في اللوك الجديد؟ محدش هيتجرأ يقولي كده. ليه بقى؟ ليه؟ ولا حتى عيسى؟ عيسى متغير قوي من ساعة ما رجع من اسكندرية. خير؟ مش عارف. يعني محاولش حتى يعرف ايه سر اللوك الجديد ده؟ حاول بس ما قاليش اني احلى من الاول. ده بقى اللي مضايقك؟ انا اللي مضايقني ان هو طلبني وانا ما ردتش عليه. احسن احسن، لازم يتعود انه مش كل ما يحتاجك يلاقيكي. بس انا كل ما بحتاجه بلاقيه. كان زمان، كان زمان يا ساره، دلوقتي مش تحتاجيه ولا هو ولا غيره كتير اصلا. حضرتك عايز مني حاجه تاني؟ ايوه طبعا. وبعدين مش الوظيفه الجديده اكيد محتاجه لبس جديد. بصي ده عنوان اتيليه هتروحي له النهارده، هتلاقيهم محضرين لك كوليكشن هيعجبك قوي، كله جاي مخصوص عشانك.
ده كتير قوي. العكس، العكس خالص يا سارة، مفيش حاجة في الدنيا كلها كتير عليك. وبعدين ده عشان الشغل الجديد. الوظيفة الجديدة محتاجة لبس يعني شغلي. شغل الإيميل ده حضرتك لازم تمضيه دلوقتي قبل ما أبعته. عن إذنكم سارة. امسكي امسكي. باي. ما هو مش مستعجل اهو. ايه؟ كنت عايزني استناها لحد ما تخرج؟ والله كنت ناوية، بس هي اللي طولت قوي. ماشي. سيبيني دلوقتي. ماشي. حبيبتي قلت لك مش هتسيبينا وتروحي في اي حته. كنت وعدتني انك تنفذ وصيتي لستها مازلنا. اوعدني. اوعدك هنفذ اي حاجه انت عايزاها. ممكن يروح تشوف مامتها. سلامتك يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. انا بسيبك انا اروح معاك. انت هتروحي مع بابا دلوقتي طنط سلمى، وانا اكيد هشوفك تاني. امتى؟ لما ربنا يريد. ربنا بيحبنا قوي، واكيد هيجمعنا مع بعض تاني. يارا مش عايزين نتي ماما اكتر من كده. استاذ شريف يلا حاضر يا دكتور. يلا حبيبتي يلا عشان نروح. هرجع لك تاني، خلي بالك من نفسك. صباح الخير. صباح النور. دكتور وسيم موجود؟ اه موجود. طيب ممكن تديله خبر ان انا جيت؟ مين حضرتك؟ انا داليا. بس مش موجود في كشف الحجوزات. ايوه ما هو انا مش جايه اكشف. امال جايه لايه بالظبط؟ جايه عشان استلم شغل. شغل ايه يا حضرتك؟ سكرتاريه. سكرتاريه؟ وبتقوليها في وشي كده خبط لازق. امال انا قاعد هنا بعمل ايه؟ ببيع زلابيه؟ في ايه حضرتك؟ انا ما كنتش اقصد على فكره، وبعدين انا فاكراه مدي لك خبر. مديني خبر بايه؟ بانك هتيجي تاخدي مكاني؟ انسه داليا؟ ضحك يا دكتور. مواعيدك مظبوطه 100%، عاملين لك كوبايه شاي منصور. وكمان شاي، اخرع مشاعر يا اخي. في منصور؟ في ايه؟ انا خلاص انا طالع في بيتي لحد ما تفهم كويس قوي ان ما حدش هيقدر يدير العياده دي غيري. الله. مانس مانس سيب الكوبايه. انا
اسفه ان انا سببت لك مشكله. لا لا ابدا، عم منصور راجل طيب جدا، شويه وهيروق. اتفضلي. ما انا هقدم استقالتي، يعني هقدم استقالتي يا بابا. اهدى شويه. مش ههدى. وبعدين ايه الاستقاله الصغيره دي؟ ما استقاله غير مسببه، ده انا كنت هكتبها له على ظهر التذكره. انت عارف كويس قوي ان العاده دي هتغرق من غيرك. خليها تغرق عشان يعرف قيمتي. طب ولما تغرق هتشتغل فين؟ ها؟ هشتغل فين يعني دلوقتي؟ هو مش قال لك هتمسك البوفيه؟ ترضاها لي انت دي؟ انا حاسس ان انت هتبدع فيه اكتر، وبعدين ما هو هو نفس المرتب. لا أنا عندي أقعد في البيت أحسن. لا أبوس إيدك، بلاش قعدة البيت دي. إيه مالك خفت من قعدتي كده؟ لو أنا هقعد على مراوحك. طيب ممكن تصبر شوية، أنزل أروح مشواري وأرجع نتفاهم؟ هتروح فين؟ مهل الغزالي. يا نهارك مش فايت وبتقولها كده قدام عيني عينك؟ مش خايف لعب لساني قدام سارة؟ وتفتكر هيفرق مع سارة؟ وإيه اللي اتغير يعني عشان ما يفرقش؟ مش عارف. من ساعة ما عملت اللوك الجديد ده وهي بقت واحدة تانية خالص. خلاص أسيب لساني يقع براحته بقى. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك أنا سارة، كان مستر ياسر قال لي أجي لحضرتك. أهلا أنسة سارة، مستر ياسر لسه قافل معايا حالا وقال لي إنك جاي. تحبي تاخدي فكرة؟ آه يا ريت. اتفضلي. شكرا. ايه رايك في ده؟ الله ده حلو قوي قوي، بس ده مش قصير شويه؟ ده اطول. تحبي تجربيه؟ حلو قوي في اللبس، تحفه. ده طويل. بالعكس بقى يا مينا، انا شايف ان الازرق هيبقى احلى بكتير. مستر ياسر؟ ايوه. يا ميمي في ايه تاني عندك يا ميمي؟ ده لطيف، ايه رايك؟ ده حلو قوي بقى. الله يا رب يعجبوكي. حلو بس تالي الطويل ده احلى. وده كمان سيهم كلهم حلو، جربيهم كده. انا حاسه انه فاهمه يعني، حاسه انه ده قصير قوي وده. مين؟ مبروك مستر ياسر. الله يبارك فيك. مبروك ليا. هي اللي هتلبسه. عاوزك تدي عنوانك لمدام ميمي، هتظبط الفساتين وتبعتهم. ماشي، شكرا. مبروك عليك. الله يبارك فيك. بس ده كتير عليا قوي. ولا كتير ولا حاجه، انت سهلي اكتر من كده بكتير يا ساره. هو انا هرجع مع حضرتك على الشركه صح؟ ايوه طبعا، كفايه ان رانيا بقى لها يومين ثلاثه ما بتجيش الشركه، وكمان استاذ عيسى مش فاضلنا، مشغول مع مها الغزالي. عاوزك تيجي سيوم عشان اشوفهم عليك. ممكن ميمي وريني بقى ايه تاني موجود عندك. مساء الخير. مساء الخير يا عيسى، اتفضل. أنا آسف بس ما لقيتش حد قاعد بره. أنت مش محتاج تستأذن، اتفضل استريح. مستر ياسر قال إن إحنا هنكمل مراجعة الميزانية هنا. أنا مش هاخد من وقتك كتير. علاء، ممكن تجيب الملف اللي طلبته منك ونص ساعة هطلبك. ماشي. تشرب ايه؟ لا شكرا، خلينا نشتغل الاول. نشتغل. تعرف اني وحشني الشغل معاك. Thank you.
قوي الكيكه دي، جايباها منين؟ انا اللي عاملاها بايدي في البيت. بجد؟ ايه؟ انت مش عارف تفرق بين كيكه البيت وكيكه بره ولا ايه؟ اصل انا بصراحه من ساعه ما اتجوزت ما اعرفش الا كيكه بره. غصب عني يعني عمري ما جربت ال مريم؟ مش تضحكوني معاكم؟ مين الانس؟ داليا السكرتيره الجديده، مريم مراتي. ما قلتليش يعني انك جبت سكرتيره جديده. احنا ما لحقناش نتكلم من ساعه ما جيتي. بعد اذنكم. امال فين عم منصور؟ ده كان بيبوظ لي الشغل، ده كان بيكشف على عيانين بدالي. فعلا؟ كانش بيجيب لك كيكه ولا ايه؟ شوفي، هو طالما انت جيتي النهارده يبقى اكيد انت عايزه تقولي لي حاجه. انا مسافره يوم الخميس والجمعه. ليه؟ تصوير برضه ولا ندوه المره دي؟ لا، فسحه. فسحه؟ مع مين؟ هيكون مع مين يعني؟ هو انا متجوزه حد غيرك؟ طب دي فكره حلوه قوي. هنروح فين بقى؟ راس سدر. اشمعنى راس سدر؟ تصدق ان انت بجد غلس؟ مريم، ايوه راس سدر قضينا فيها شهر العسل بتاعنا. يا سلام، ده لنا صحه دي كلها. انت اكيد نويتي تصالحيني. لا يا حبيبي، انا هديك فرصه انت اللي تصالحني. يلا قدامك 10 دقايق تلم حاجتك دي وتطلع لي فوق، اوكي؟ 10 دقايق. من ساعة ما جينا. هو انت ممكن ما تجيبليش حاجات تاني؟ ايوه، بس انا قلت لك قبل كده ان الحاجات دي كلها لزوم الشغل. لا، انت مش جايبهم لي عشان الشغل. صح، بس انت مبسوطة؟ يمكن ده اللي مضايقني. بالعكس، من حقك تلبسي وتنبسطي، في بنات كتير قوي اقل منك عندهم حاجات اكتر من كده بكتير ما يستاهلوهاش. طب هو انت ممكن تقول لي احنا هنبدا الشغل فعلا امتى؟ من بكره. هنتعشى مع الوفد الايطالي عشان هناخد منه توكيل جديد وكبير قوي. بس انت ما جبتليش سيره التوكيل ده قبل كده. ايوه، كنت مكتم عليه لحد ما يتم. خفت اللي يتسرق مني زي اللي قبله. اللي اخده نعيم. اللي اخده نعيم. بالظبط. عرفت ازاي؟ ما انا عيسى كان قايل لي. عيسى؟ طيب، يا ريت بقى ما تحكيش لعيسى ولا لأي حد تاني عن التوكيل الجديد لحد ما نمضيه. أكيد طبعًا. وأنا واثق إن وشك هيبقى حلو عليا. وساعتها هتلاقيني محضر لك مكافأة ومفاجأة كبيرة جدًا. لأول مرة في حياتك هيبقى عندك حساب كبير أوي في البنك. حد يعرف انك جاي لي دلوقتي؟ لا خالص. وياسر؟ انت قلت لي ما اجيبلوش سيره. ده لمصلحتي ومصلحتك. وبصراحه كده انا حبيتك من ساعه ما صلحتني على ياسر. وكنت عاوز اخطفك من عنده. بس قلت لا. ايه المشكله لما تشتغل معايا وانت شغال عنده؟ ازاي؟ استفيد من خبرتك واستفيد من المعلومات اللي عندك. هو انت ما تعرفش ان هو هيروح بكره يقابل الجماعه الطليان بخصوص التوكيل الجديد؟ لا الحقيقه ما اعرفش. اكيد هيقول لك. هيلاقي مين غيرك تعمل له ميزانيه وتفند له بنود. يمكن. لا ده اكيد. وهتلاقيني بقى مجهز لك عموله كبيره قصاد كل الارقام والمعلومات اللي هتجيبها لي عن التوكيل ده.
مالك سكت ليه؟ القهوة مش عاجباك ولا ايه؟ لا بالعكس، كلامك هو اللي مش عاجبني. وايه اللي مش عاجبك في كلامي؟ ما كنتش فاكرك عايزني في شغل من النوع ده. اهو كل شغل ادفع لك نص مليون جنيه. راجع معاك كشف الشيكات الصادره. طيب استني عيسى لما يرجع وراجعيهم معاه، انا لازم اروح اجيب يارا من المدرسه. طب خليك انت، هروح اجيبها انا. سلمى ما ينفعش تعملي المشوار ده كل يوم، حرام. يا ستي انا بحب اجيبها، وبعدين ما تنساش ان مامتها الله يرحمها موصيني عليها. كيف توصاكي بيه كمان؟ اتجوزك. انا كمان استغربت زيك كده. العادي ان الست توصي جوزها ما يتجوزش بعديها. هو ده اللي سام عملته بالظبط. ازاي؟ وصتني ما اتجوزش بعدها. غيرك. كانت خايفة تجيب مرات اب اليارا. بس احنا لو اتجوزنا هبقى مرات اب اليارا. لا يا سلمى. انت مش ممكن تكوني مرات اب لاي حد. بس يهم ما قالتش كده بس. قالت ايه تاني؟ لا انا كده هتاخر عن يارا. اتفضل. ممكن اعرف غيرت كلون الشقه ليه؟ عشان اسيب الشقه دي خلاص. وهنتقابل فين بقى؟ اكيد لما اخد شقه تانية هتعرفي عنوانها يعني. والشقه التانية دي هتبقى بتاعتي ولا بتاعت الهانم الجديده؟ هانم مين؟ سارة. لم لسانك واعرفي انت بتقولي ايه ولمين. ما بقولش غير الحقيقة. انت الفترة دي معاها ليل نهار جوه الشركة وبراها. لو قلت الكلام ده تاني هتدفعي ثمنه غالي قوي. يا سلام، خايف عليها قوي ولا خايف لحد يعرف؟ مالكيش دعوة. ويلا يلا يلا اطلعي بره عشان مش فاضي وعندي شغل. ماشي، بس هتجيلي النهاردة عشان نتكلم. قلت لك مش فاضي. لا هتفضيلي نفسك عشان في كلام مهم قوي عايزه اقوله لك، مش عايزه اضطر اقوله لحد تاني. كلام ايه؟ لا ما هو حضرتك دلوقتي مش فاضي، فلما تجيلي بالليل هنقعد كده ونتكلم، عشان انت لو ما جيتش هضطر اتصرف من نفسي. ايه ده؟ انا اللي بسأل. ايه ده؟ فساتيني. مين اللي جابهم لك؟ انا جبتهم لنفسي. منين؟ من مرتبي. طب ازاي شهرين الاباطيه مقدم حطيتيهم في مركز التجميل؟ هو في ايه يا ماما؟ في ايه؟ هو انت بتحققي معايا؟ عشان ما انت صريحه معايا، ما تقولي ان ياسر الشواربي هو اللي جايب لك الحاجات دي. عشان الشغل. والله؟ ويا ترى بقى جاب لك كل الموظفات اللي زيك؟ لا، علشان انا علاقات عامه، يعني مظهري مهم جدا قدام العملاء. الكلام اللي هو ضحك عليكي بيه، لكن انت مش هتعرفي تضحكي عليا. هو انت ليه مش فرحانه بشغلي الجديد؟ طب عيني في عينك كده بذمتك، انت فرحانه؟ مش هفرح ليه يعني؟ عشان عارفه ان ياسر الشواربي زيه زي شاكر عرنوس، بس كل واحد فيهم عايز يشتريكي بطريقته. لا، ياسر مش زي عرنوس.
الكلام اللي هو ضحك عليكي بيه وعارف ياكل دماغي. يا ماما انا ما فيش بيني وبينه حاجه وحشه. خلاص بيقول الكلام ده لعيسى لما يشوفك لابسه الفساتين ويعرف ان ياسر بيه هو اللي جايبهم لي. ماما هو انت فعلا هتقولي لعيسى ان ياسر هو اللي جابهم لي؟ طب الحمد لله الحمد لله ان انت لسه خايفه منه وعامله حسابه. مش قرف. قلت لي عندك اخبار مهمه صح؟ صاحبك كان عندنا النهارده. صاحبي مين؟ عيسى الفقي. كان عندكم بيعمل ايه؟ نعيم كان عايزه عشان موضوع التوكيل الجديد. التوكيل ايه بالظبط؟ التوكيل اللي حضرتك بتتكلم فيه اليومين دول مع الجماعه الطليان. وعيسى هو اللي قال لكم؟ لا هو نعيم كان عارف من الاول. انت عارفه مفيش حاجه بتستخبى عليه. امال كان جايب عيسى ليه؟ يعني كان عايز يعرف معلومات اكتر عن الموضوع وكده. عايز يخطفه هو كمان. عارض على صاحبك نص مليون جنيه. وهو قال له ايه؟ لا ما قالوش حاجة. هو قال اختفي كده كام يوم على كده يرجع بعدها بقى يقولوا لا انا نص مليون ده ما يلزمنيش خليهم مليون. تعرف يا ريس انا قلبي عليك اقسم بالله بعمل كل ده عشانك. انا قلبي عليك. الواد ده لو وصل لاي معلومات هيبيعها لنعيم وهتبقى مشكلة. انا من يوم ما بديتك على الريس بتاعي وانا شايل روحي على كفي اقسم بالله بعمل كل اللي في استطاعتي عشانك. خلاص يا نصر خلاص يا ريس والله على الاقل بنتناقش. تمام. طب يا ريت بسرعه بقى وما تكونش مكالمه تليفون. تيجي لي مكتبي زي ما جيت لي النهارده. ساره مساء الخير. مساء الخير. على اذنكم. على اذنك. معاك حق لازم تلحقها طبعا. لا تفتكر ان انا جايه لك مخصوص. ها قلت لي عندي كلام كتير عاوزه تقوليه. اه بس بعد ما اعرف الاول ايه اخر كلام عندك. اخر كلام في ايه؟ هو ايه اللي اخر كلام في ايه؟ هو احنا مش متجوزين والمفروض ان البيت ده بيت الزوجيه؟ ممكن افهم طردتني منه ليه؟ أملي يا حبيبتي احنا خلاص ما بقيناش مع بعض زي الاول. انت ما بقتش زي الاول من بعد ما اتعرفت على ساره ومن بعد ما جبتها الشركه. قلنا بلاش نجيب السيره دي بقى. طبعا لانك مش هتقدر تنكر. بصي يا أمل الورقه اللي معايا خلاص انا قطعتها وهديكي مكانها مبلغ كويس. والله اه يعني انت هتطلقني وتديني مكافاه نهايه الخدمه؟ لا يا ستي انا مش همشيكي من الشركه. هخليكي هناك عشان ما تبقيش خسرتي كل حاجه حتى شغلك. لا انت هتخليني عشان تضمن سكوتي عشان تربطني باكل عيشي وتضمن ان انا بعد كده ما اطلعش اتكلم واقول اننا كنا متجوزين. ما حدش يصدق كلامك ده يا امل عشان انت حياتي معكيش اي حاجه تثبت كل ده. يا راجل بتهيألك يا حبيبي ده انا معايا حاجه تثبت اكتر من الورقه بتاعتك دي بكتير. ياسر يا حبيبي مبروك يا بيبي انا حامل. ممكن افهم انت جاي ورايا ليه دلوقت؟ عشان عارف ان انت مجنونه وهتفهمي غلط. واللي انا شفته بعيني ده يتفهم صح ازاي؟ عالسلم؟ يعني ضاقت عليكوا الدنيا ما لقيتوش حته تانيه تتقابلوا فيها؟ طب يا اخي راعي مشاعري ده سلم بيتنا برضو. شفتها صدفه، اختها بتشتغل عند وسيم وكانت جايه تزورها. اختها بتشتغل عند وسيم؟ يعني كمان زرعت اختها عندنا عشان يبقى لها فرصه تشوفك بيها كل شويه. يا ستي ولا زرعت اختها ولا حاجه، دي اصلا كانت جايه عشان تلاشي فيك شغلانه تانيه. لا والله والمفروض ان انا كده بقى اصدقك. انا مش محتاجه اكدب عليكي.
انا اللي غيظني ان انت كنت لسه عند الهانم الصبح، لكن ازاي ما قدرتش تستحمل لازم تيجي وراك بالليل عشان تشوفك تاني؟ وانت عرفت منين ان انا كنت عندها الصبح؟ كان نفسك ما اعرفش طبعا، صح؟ ردي عليا. مستر ياسر هو اللي يعني هو يبعتني ليها ويجري عليك يقول لك؟ انا اللي جرجرته في الكلام لما حسيت ان انت بقيت بتتسحب كتير من الشركه من غير ما تقول لي. ما انا ما جبتكيش تشتغلي معايا في الشركه عشان استاذنك في كل مشاويري. من غير استئذان يا عيسى، اعمل اللي انت عايزه، بس يا ريت تسيبني انا كمان اعمل اللي انا عايزاه. يعني ايه؟ يعني انا تعبت بقى، بجد تعبت. انا مش هفضل عامله فيها كولومبو ودايره الف وراك اشوفك بتقابل مين من ورايا. ضايقش نفسك. سامع يا خالتي بتقولي؟ حقك عليا. انا هخليها تيجي لحد عندك وتعتذر لك. انت كذابه. مش مصدقني؟ ادي يا سيدي التحليل اللي انا عملته. شوف نفسك. احنا من ساعه ما اتنقلنا اتجوزنا اتفقنا ان مفيش خلطه، صح؟ اه، بس ده كان في الاول. لكن بعد ما حسيت ان انت هتغدر بيا انا بطلت اخد الحبوب. يعني انت قصدك ورطيني؟ قصدي احمي نفسي بعد ما انت قررت تقطع الحاجه الوحيده اللي بتثبت حقي عندك. انت مالكيش اي حق عندي. ما تستعجلش يا بيبي، خلينا نشوف المحكمه هتقول ايه. محكمه؟ هو انت متخيله تعرفي تثبتي ان بطنك ده مني؟ هخليهم يعملوا له دي ان ايه ويقارنوا بتحاليلك. امل يا حبيبتي، مفيش دي ان ايه بتتعمل لجنين. يا سيدي بقى لما يتولد يبقوا يحللوا له براحتهم. انت مجنونه، عاوزه تفضحي نفسك وتفضحيني معاكي. افضحك؟ اه، لكن افضح نفسي ليه ان شاء الله؟ هو احنا مش كنا متجوزين وانت اللي قطعت الورقه؟ اللي ببطنك ده لازم ينزل، انت فاهمه؟ وانا ايه بقى ياسر اللي يخليني اضحي بابني عشانك بعد ما انت اصلا ضحيت بيا؟ اه، انت ناويه تلعبيني بقى. انا ناوي اخد حقي ومش هسيبه. حلوة قوي التمثيلية اللي كانت بره دي. تمثيلية ايه؟ ما صدقتي لقيتيه واقف معاها على السلم قلتي فرصة؟ تقلبيها خناقة؟ هو انت صدقتي ان الحرباية دي جاية لاختها فعلا؟ هو انت صدقتي ان انت غيرانة عليه بجد؟ ما انت لو غيرانة عليه بجد ما كنتيش تستني لغاية لما تشوفيه صدفة بالليل واقف معاها على السلم، كنت عملتي زي زمان وجريتي بسرعة ورحتي طبقة على زمارة رقبته. أول ما عرفتي انه راح لها الشركة الصبح. ماما ماما لو سمحت من فضلك سيبيني لوحدي شوية. طبعا عايزه تخلصي مني عشان انا الوحيده اللي فاهماكي. فاهمه ايه؟ بتتلككي يا عيسى، بتدوري على اي سبب يخليكي تضعفي قدام ياسر عشان خايفه تخسريه زي ما خسرتي المليون جنيه بتاعه معاه، صح؟ بس المليون جنيه بتاعه معاه يجوا ايه في بحر ملايين ياسر وفلوسه واللي جابهولك واللي لسه هيجيبهولك؟ اي ام غيرك كانت هتنصحني ابعد عن عيسى عشان ما يفقروش معايا. ولا ما تتفقريش معايا، مش ده برضه اللي انت خايفه منه؟ على العموم انا مش هنصحك باي حاجه، بس لو ياسر ده عاوزك بجد يجي يطلبك مني انا مش هرفض ده لو انت موافقه. شفتي بقى؟ شفتي ان المشكلة مش فيا؟ مشكلة عندك. حب عايز ياسر وفلوسه، وفي نفس الوقت عارفة كويس قوي ان انت ما تقدريش تعيشي من غير عيسى. طيب، بس لازم تعرفي حاجة مهمة قوي، مفيش حد في الدنيا دي بياخد كل حاجة. لازم تختاري. لو عايزة ياسر، روحي لعيسى وقولي له بسرعة أنا مش عايزاه. لو اخترتي عيسى، فمن بكرة الصبح
مفيش مروح لشركة ياسر، انت فاهمة؟ أفضحك؟ آه، لكن أفضح نفسي ليه إن شاء الله؟ هو إحنا مش كنا متجوزين وإنت اللي قطعت الورقة؟ أنت مزعل أمل في حاجة؟ في إيه؟ طالبة إجازة مفتوحة، بتقول إنها تعبانة. خلاص تبقى تعبانة وعايزة إجازة، مش لازم ابقى انا اللي مزعلها يعني. ماشي، هي عاوزه اجازه، المفروض تطلبها منك مش مني. خلاص، هي عشان بس بقى لها يومين ثلاثه كده بتغلط في الشغل، وكمان مش مستحمله اي ملحوظات مني. ايه بس ده ما يخليهاش متعصبه قوي كده. هو انت بتقولي انا ليه؟ ما تروحي تقولي لها هي. ما انا قلت لها، قالت لي نفس الكلام، بس حاسه ان في حاجه مخبيها عليا. سيبك منها، مش وقتها خالص دلوقتي، انا كده كده ممكن اجيب مكان اي حد تاني بسرعه كده. يعني وقف الشغل عشان خاطرها ولا ايه؟ ياسر، رانيا، أنا عندي ميتنج مهم جدا، وبعدين مش عايز أتأخر عليه أكتر من كده. سلمى، انا اسفه نمت وانا بنايم يا رب. سلمى، انا اللي اسف عشان تعبك معانا. ممكن ما تقولش كده؟ انا كنت فاكرك هجيبي يا رب من المدرسه وخلاص، مش هتقعدي معها لحد دلوقتي. على ما اتغدينا وعملنا الهوم ورك شفت طفية وما عرفتش اسيبها لوحدها. كان لازم تقولي لي انك هنا. كنت ناويه امشي قبل ما توصل. انا اسفه، مش هتلاقيني هنا تاني. سلمى، أنا آسف، ما كانش قصدي أضايقك. أنا عرفت عنوانك من الشركة، بس ما رضيتش أكلمك قبل ما أجي، لا تقولي لي ما تجيش. حد يعرف إن أنت هنا دلوقتي؟ لا طبعًا. هو إيه اللي حصل؟ أنا بفكر أسيب الشركة. عشان مستر ياسر؟ أصل أنا شفتك بعيني وأنت نازلة من شقته. تخيلت ان انا مش هفكر فيكي تاني، بس ما اعرفش ايه اللي خلاني فضلت مستنيكي لحد ما تسيبيه. انا سبته فعلا، وانا كنت مستني اليوم ده من بدري. كنا متجوزين، قطع النسخه الوحيده من عقد الجواز اللي معايا. اه ده كده بقى، يبقى ما كانش بيحبك. المهم ان انا مش عايز اي حد يعرف حاجه عن الموضوع ده دلوقتي لحد ما اشوف انا هعمل ايه. لا هنعمل ايه؟ وانا من النهارده مش هسيبك، ولعلمك بقى انا مش هقعد يوم واحد في الشغل لو انت سبتيه. لا خالص، بالعكس، انا عايزك هناك. ماشي، كملناش كلامنا من اخر مره. المشكله يا سلمى ان سهام كانت طالبه مني طلب، أنا وافقت وعدتها إن أنا أنفذ الطلب ده من غير ما أعرف هي كانت طالبة إيه بالظبط. يبقى اتسرعت، ومحدش يقدر يجبرك على حاجة أنت مش مقتنع بيها. أيوه بس وليد أخوك جالي قبل ما سام تتوفى الله يرحمها، كان حاسس وشاكك إن في حاجة بينا. قال لي إنه جايب لك عريس صاحب تقريباً. طبعاً كان بيتكلم بأسلوب التهديد زي عادته. وما قلتليش ليه ساعتها؟ ايوه لو كان عارف ان انا اشتكيت لك منه كان هيتاكد ان في حاجه بينا فعلا. كنتش عارف انك بتخاف منه قوي كده.
سلمى انا خايف عليكي. انا غلطت لما قلت لك وصيه سهام، بس كانك ما سمعتش حاجه، وانا اللي هشيل ذنبها مش انت. على فكره سهام ما كانتش محتاجه توصيني وصيه زي دي. انا لو فكرت اتجوز تاني بعدها مش ممكن افكر في حد غيرك، مش بس عشان يارا بتحبك يا سلمى، عشان انا كمان بحبك ومن زمان. سلمى انتي الكلمه الحلوه اللي انا ملحقتش اقولها في زحمه المشاكل اللي قابلتني. تخايف اقولك بحبك، بخنت سهام صارع المرض عشان ما تسيبنيش انا ويارا. سهام كانت عارفه ان احنا بنحب بعض، هي قالت لي كده وهي بتوصيني ان اتجوزك. على فكره جوازي منك في مصلحتي انا ويارا، لكن مش في مصلحتك انتي. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. كنت حابب اديكي تقرير عن قعدتي مع ماء الغزالي امبارح. ممكن تبلغ الاستاذ ياسر؟ مش موجود. استنى لما يرجع. ايوه بس في حاجه مستعجله. خير؟ ما عايزه تتعامل مع الشركات بتاعتها، وده هيكلفنا ربع الميزانيه تقريبا في 3 بنود في المشروع. طب وانت ليه ما فهمتهاش كده؟ فهمتها، بس تقريبا هي ليها مصلحه مع الشركات دي. يعني هي عايزه تاخدهم بسعر تنفذهم بسعر تاني؟ غالبا. طب والحل؟ والله العقد اللي بينا يمنعها تمضي مع اي شركه بدون موافقتنا. وياسر هيخاف يعمل معاها مشكله، هيخاف يخسرها. بس احنا كده هنخسر كتير. طب خلاص انا هبقى ابلغه. طيب بالنسبة ان في بند في العقد بيقول. معلش يا عيسى، عندي تليفونات مهمة جدا عايز اعملها. على اسمك. طيب تحب اعد عليك امتى؟ لما يكون في حاجة مهمة ممكن ترجع فيها الاستاذ ياسر، مش كل حاجة ترجع لي فيها. ماشي، عن اذنك. اتفضل. صباح الخير. اهلا. هي رانيا في ايه؟ بكلمك كتير وما بترديش. ما عنديش حاجة أقولها لك. بس أنا بقى عندي كلام كتير عايز أقوله. خلاص. نتقابل النهاردة بالليل. جاي لحد هنا بنفسك؟ انا اكيد بحلم بقى. ليه بس؟ قلت لك في التليفون اني جاي لك. انا خفت ترجع في كلامك. اتفضل. امل. هتنزل لي ببطنك عشان نكمل مع بعض. نكمل مع بعض؟ وانت مش قلت لي ان انت قطعت الورقه؟ قلت
هقطع. اوكي خلاص نعمل ورقه جديده بمهر ومؤخر واتنين شهود عشان تبقى رسمي ويبقى معايا نسخه منه. نسخه واحده وتبقى معايا انا. نبقى عملنا ايه؟ اضمن منين بعد ما انزل البيبي انك ما تقطعهاش؟ اديه مبلغ كويس جدا، نص دلوقتي ونص بعد الايجار. يا راجل ما تقول كده من الاول. لازمتها ايه بقى دخلت ورقه جديده ونبقى مع بعض؟ انت جاي تعرض عليا فلوس عشان انزل البيبي. عايزه كام يا امل؟ 10 مليون جنيه يا ياسر. انت كده اتجننتي؟ اه طبعا اتجننت. اصل انا لو سبت البيبي هيبقى لي انا وهو في ذمتك اكتر من كده بكتير. امل انا ما بتهددش. وانا ما بهددش. البيبي ده انا هحتفظ بيه يا ياسر، هو ده اللي هيجيب لي حقي منك. تمام. بس ساعتها تبقي انت اللي جبتي لنفسك. عيسى متزعلش مني، عارفه ان انا كلمتك بطريقه وحشه قوي امبارح. بقالك فتره متغيره معايا. انا بس حاسه ان الشغلانه اكبر مني وخايفه ما اسدش فيها. يبقى تسيبيها. انت اللي بتقولي كده؟ هو مش انت اللي جبتني هنا عشان ابقى جنبك وما اشتغلش بعيد عنك؟ ما هو انت ما بعتيش غير لما بقيتي هنا، وانا مش عارف ده حصل امتى وازاي. يعني انت هتستحمل تفضل طول النهار ما تشوفنيش؟ لا، ما هو انا احتمال كمان انا امشي من هنا. ليه؟ ياسر ما بقاش مركز في الشغل خالص، حتى رانيا. رانيا بقى لها فتره مش طايقاني وانا مش عارف ليه. بس انا عارفه، عشان ما عرفتش تاخدك مني. كنت غيرانة منها في الأول، بس دلوقتي فرحانة. عشان أكدت لي قد أنت بتحبني. ممكن ما تجيبيش سيرتها تاني؟ تعالى ما نجيبش سيرة أي حاجة بتزعلنا من بعض. عيسى أنا مستعدة ندور على أي شغل تاني بعيد عن هنا، بس إحنا الاتنين نمشي سوا. ياسر، رانيا قالت ان عندك مشاكل كتير مع مها. خير؟ تمام، ده حقيقي. طيب هات الفايل بتاعها وتعالي على المكتب بسرعه. حاضر يا فندم. انت مش متخيله انا فرحانه النهارده قد ايه. يعني بصراحة كده ما كنتش متخيل إن احنا نتقابل بسرعة كده. ولا أنا. طب إيه؟ نقوم نمشي طيب؟ لا، أنا جاي عشان أسمعك، بس أسمع حاجات جديدة غير اللي أنت بتقولها لي دايماً. أنت بتصعبيها عليا ها؟ لا خالص. أنت لو ما كانش عندك جديد ما كنتش هتيجي تقابلني. أقول لك يا رانيا، ممكن أطلب منك حاجة؟ ممكن تساعديني إن أنا أتخلص من هوبي اللي أنت ما بتحبهاش؟ اخيرا انا اعترفت ان عندك عيوب. شفتي بقى اهو ده جديد اهو. تصدقني ضحكتك دي وحشتني. طول الوقت بتحبني بطريقتك وده اللي كان بيخلينا نسيب بعض. بصي بقى ست الكل، سيبك من طريقتي خالص وخلينا في الطريقه بتاعتك. عاوزاك تثق فيا، تبطل تطاردني، يعني ما تحسسنيش انك بتراقبني طول الوقت. موافق. وتنسى انك وكيل نيابه وانت معايا. يا ريت والله، ايدي على كتفي. هو انا يعني هبقى حابب ان انا افضل في الشغل طول اليوم؟
وتديني فرصة انك توحشني زي ما انا بوحشك. اللي هي ازاي يعني؟ يعني مثلا ما تكلمنيش باليومين، ما تشوفنيش لمدة اسبوع، اكلمك في التليفون ما تردش كده يعني. يا سلام، هو ده بقى الحب عندك؟ ما انت كان لازم تفهم كده من الاول. لا بسيطة، اذا كان كده بقى انا هخلع واسيبك انا لوحدك. مش قبل ما تحاسب يا سك. ماشي. ايه؟ عيسى جالكم تاني ولا ايه؟ لا يا باشا. ايوه بس ممكن يكون بيقابل نعيم بره الشركه. كنت هعرف. ايوه يعني معقول الفتره دي كلها ما كلمش نعيم خالص؟ ممكن يا باشا يكون بيتقل عليه عشان يزود عمولته، او لسه ما عندوش اللي يقوله له. طيب ماشي، هبقى اكلمك تاني. سلام دلوقتي. ماهر قال لي ان حضرتك عايزني. هيصر اتفضلي اتفضلي. صحيح انا شفتك انت وعيسى امبارح بتتكلموا مع بعض، هو انتوا ما بتعرفوش تتكلموا في البيت ولا ايه؟ كنا متخاصمين. ليه؟ عشان لقيت واقف على السلم مع مها الغزالي. الهانم جابت اختها تشتغل في عياده وسيم جوز اختي. لسه بتغيري عليه؟ معرفش. طيب وموضوع القعده بتاع الجماعه الطلياني مالها؟ قلتي له اي سيره بيه؟ لا طبعا. ولا حتى اي معلومه عن التوكيل نفسه؟ برضه لا، حضرتك قلت لي دي اسرار شغل. ساره انت عارفه انا بثق فيكي قد ايه. طيب حضرتك عايز مني حاجه تانيه؟ انت وقفتي ليه؟ علشان عيسى موجود هنا في الشركه وانا مش عايزاه يحس ان انا بطول عندك. وانا مش عايزك تخافي منه بعد كده. انا خايفه من امي اكتر منه. شافت الحاجات اللي انت جبتها لي وقالت لي ما كانش المفروض اخد منك حاجه. قول لها دي حاجات تبع الشغل ومش انا اسفه. انا مضطره ارجع لك كل اللي انت جبته لي. بجد ما بقتش قادره استحمل نظراتها ليا كل ما بتيجي سيرتك. وعيسى بقى اللي نصحك بكده؟ عيسى ما يعرفش انك جبت لي حاجه اصلا، وانا مش هستنى لما يعرف عن اذنك. بس كفايه اكتر من كده بكتير. اوكي طبعا ياسر ما يعرفش انك تسجلي له، مش كده؟ لا بس انا مش هزعل لو انت رحتي عرفتي. انت بقى عاوزه تخوفيه بالتسجيل ده؟ لا انا بتهيألي ان القاضي لما يسمعه هيساعدني كتير، هيبقى ليا فرصه كبيره ان انا اكسب قضيه النسب اللي انا هرفعها عليه. بس المحكمه مش هتاخد باي تسجيل من غير اذن نيابه. صح عندك حق، برضو المحامي بتاعي قال لي كده، بس قال لي ان لو القاضي سمعوه تبقى حاجه قويه في القضيه. انت كمان جايبه محامي؟ يعني لو كنت مكاني كنت هتعملي ايه؟ كنتش هتجري ورا حقك؟ انتوا متجوزين من امتى؟ من سنه. من سنه؟ طيب وجايه دلوقتي تسمعيني تسجيل ده ليه؟ بس أنا اتجوزته في السر، بس لو هتطلق بقى يبقى هتطلق في العلن من غير فضايح. يا رنا أنا جيت لك النهاردة عشان أنت الوحيدة اللي تقدري تقعدي تتكلمي مع ياسر. اتكلمي معاه واقنعيه، اقنعيه إنه هو يعترف بجوازنا ويعترف بابنه اللي في بطنه. ولو ما اعترفش خلاص يبقى يدفع بقى العشرة مليون جنيه، وساعتها أنا موافقة إن أنا أنزل البيبي. يعني أنت هتضحي بالبيبي علشان 10 مليون جنيه؟ اه. ما ردتيش عليا. ياسر اللي هيرد يا حبيبتي مش انا. اسكيوز مي. سامعك بتزعقي مع عيسى اخر مره كنتوا قاعدين مع بعض. ده اللي مخليك مبسوط من ساعتها؟ اتخانقتوا ليه؟ مفيش،
معترضة على المقاولين بتوعنا وعايز يجيب شركات تانية بأسعار أقل. ده يبقى ليه مصلحة معاهم وش؟ أعتقدش. الدرجة دي قدر يقنعكم من نضيف؟ هو مش لازم يكون شغال بطريقتنا وليه مصلحة في كل مقاول بيجيبه. خلاص خلينا في مصلحتنا احنا. ولا ناوية تضعفي قدامه وتخليه يجيب المقاولين بتوعه؟ أنا ما بضعفش قدام حد. لسه بتفكري فيه؟ حتى بعد ما سابك وراح اشتغل مع ياسر وانت عارفه انه مستحيل يرجع لك. خلصت كلامك؟ فرحت قوي لما داليا اشتغلت عند وسيم عشان يبقى لك حجه تروحي تشوفيها وبالمره تشوفي اللي اسمه عيسى ده. كنت فاكراك اذكى من كده. هو انا لحد امتى هفضل مستحملك؟ لغايه ما تعرفي ان مالكش غيري. بس يا رب ساعتها اكون فاضي. معلش اتأخرت عليك. لا ولا يهمك، ما انا عارفك في الشغل. ما رضيتش تقول لي في التليفون انت عايزني فيه. الكلام اللي انا عاوز اقوله لك ما ينفعش تقول في التليفون. خير؟ عملت ايه في موضوعنا؟ لسه ما جاتليش اي معلومات عن موضوع التوكيل بتاع الجماعه الطليان. انا عارف ان انت والشارب حبايب، وفي موضوع زي ده لازم ارجع لك فيه. يمكن نقعد مع بعض بعدين. وساره؟ مالها ساره؟ اعرف انها جارتك وخطيبتك. ما جابتلكش اي سيره قبل كده عن موضوع التوكيل ده؟ وايه دخل ساره بموضوع التوكيل؟ ازاي؟ انا اعرف ان ياسر وساره كانوا قاعدين مع جماعه طريان في عشاء عمل يعني. انت متاكد؟ جري يا عم عيسى، هو انا اللي هجيب لك الاخبار ولا انت اللي هتجيبها لي؟ اديني اسبوع بالكتير وهيكون عندك خبر. ولو زودت العموله شويه. يعني ايه؟ يعني اخليها لك مليون جنيه بس تجيب لي اخبار في خلال 48 ساعه. قلت ايه؟ صباح الفل يا قائد. في صورة طازة لسه واصلالي من الكافيه اللي اتقابلوا فيه. صاحبك عيسى لسه قايم حالا من قدام نعيم. ايه؟ في حاجة؟ أنا عرفت ليه أمل أخدت أجازة. ليه؟ عشان متخانقة معاك. وهي بقى قالت لك إيه؟ هي ما قالتليش. هي سمعتني الكلام اللي كان بينك وبينها آخر مرة لما كنت عندها في البيت. سمعتك؟ سجلت لك يا ياسر وأنت مش واخد بالك. المشكلة بقى إن التسجيل ده ممكن يدينك لو رفعت بيه قضية. أنا مش قادرة أصدق، أنت إزاي تورط نفسك في مشكلة كبيرة مع البنت دي؟ ليه؟ ما تصدقهاش. اللي بطلع ده لا يمكن يكون ابني. أنت جوزتها فعلاً؟ يعني جوزتها بورقة عرفي وبعدين قطعتها. أنت شايف بقى كده إن المشكلة اتحلت؟ أنا مش خايف منها. هي مش هتعرف تثبت إن ده ابني. بس في مشكلة. هي ممكن تفضحك بالتسجيل ده وإحنا